هذا اليوم الخامس والحمد لله، يعني الآن وصلنا حدود 26 ألف قطعة متبرع فيها حتى أمس، 26 ألف قطعة ما شاء الله. لكن حنا دائما نقول أن العدد بيزيد وأن الناس ما وصلتها الحملة، والحملة مو لازم ارسلها مع سواق، ارسلها مع أخوك لأي فرع، ارسلها في أي وقت، تجد في مكان يستقبل فيه يستقبل فيها الأجهزة، تبرعوا فيها لأنها زايدة عن الحاجة. طيب هل الموضوع ذا يشمل دول الخليج بعد؟ لا، لا يشمل فرعي، حتى زينك سألت عشان ننوه، لا يشمل الكويت ولا يشمل الإمارات، لأنه محتاج لهم ترتيبات وتصريحات مختلفة ما أخذنا، فحنا ناوي نسوي لهم شيء خاص فيهم يستاهلون. لكن حالياً في كل فروع المملكة، كل فروع المملكة. أسلم، محدد ولا الحملة؟ أيوة. إذا لو فاتح نستقبل، يعني من 9 الصباح إلى 11 الليل. أي وقت؟ إلى إيه؟ إلى ليلة العيد. لا بعد ليلة العيد طول السنة. لا، حنا إلى الآن حطينا ليلة العيد، حنا عندنا دراسة الآن نمددها، لكن لن نمددها طول السنة. ليش؟ عشان ما تتعارض، تأخذ مكان، محتاجة لوجيستيك سيارات تودي للمستودعات، فلها ترتيب معين. الله يجزاك خير. لكن ممكن حنا نسويها بعدين، ليست مرة سنوية، نسويها مرتين مثلا صيفية وشتوية. يعني احنا ناويين نكررها ان شاء الله قبيل رمضان مثلا، في مثلا قبل رمضان شهر. عندنا نية والحمد لله، احنا شريكنا الخيري مؤسسة حفظ النعمة الأهلية، هي مؤسسة أهلية تعنى بالإشراف على أكثر من 42 جمعية حفظ نعمة في المملكة، فلذلك الحمد لله المرة هذه انطلقت تعرف أول مبادرة السنة الماضية إلا ما يكون فيها قصور يمين ويسار، السنة ذي الحمد لله تلافينا السلبيات، وإن شاء الله أن تكون حملة موفقة ومباركة، ونحدث للناس أعداد التبرعات وأعداد القطع اللي جمعت. كل 4-5 أيام بنعلن، حنا أعلننا اليوم، بعد 4 أيام بنعلن، وبنعلن إن شاء الله ليلة العيد كم وصلنا من قطع بإذن الله. قول آمين. قول آمين يا أخي. آمين. آمين. الله يكتب أجركم ويسدد أخطاكم يا رب. الله يسعدك. الحملة الطيبة يشهد الله. آمين. في ناس تحتاج جدا، يعني عندنا محتاجين، فالله يكتب أجركم. الحمد لله العام والله يعني عدد القطع مهول جدا. وعلى طاري العيد أنا حاب بس أعطيكم خبر حصري، بعد الحين كم الساعة؟ 10 وشوي، 11 بنعلن عرض العيد لعموم الناس، ليس لجمهور بداية، لعموم متابعين ومحبين السيف جاليري. عندنا عرض بحكم أنه العيد، والعيد مربوط بالتقديم، ترامس حلوة مثل ترمس الدرعية هذا، ترمس آلات، ترمس جهد، ترمس صياني، فناجيل، بيالات، شوكولاتة. عندنا عرض يبدأ من بكرة، وجمهور بداية الآن أول من يعرف عنه، خصم 50% نصف نصف السعر على جميع الترامس بكل أنواعها وموديلاتها، وجميع الفناجيل وبيالات، وجميع صياني التقديم، وجميع قسم الحلا والكريستال وأطقم السفرة، كل قسم أدوات التقديم بإذن الله. عرض عيد الأضحى سيبدأ من بكرة في جميع الفروع والمتجر الإلكتروني. المتجر الإلكتروني توقع 12 الليل اليوم، يعني المتابعين اللي بيلحق على مثلا حاط عينه على ترمس ترى نصف السعر، اللي 200 100، اللي 400 200، وكل المنتجات، ليست منتج منتجين لا لا، جميع المنتج ليلة العيد. إلى متى؟ ليلة العيد، إيه، لأنه هو اسمه صفقة عيد الأضحى المبارك. الله أسلم. الله يبيضك. احنا ربينا اسم السيف، هو ظلت كل منزل في البداية، آلاف المنتجات، خيارات متنوعة، عروض زي ما قلت أنت، يعني صعب أن أصلاً تلقى لها منافس في السعر، في الجودة، في الشكل. لكن حنا عندنا طلبين، إذا أمكن طلبين بسيطة. عندنا أول طلب، نبي قدر ضغط الكهرب الإصدار الجديد للمسكات الكبير، لأن نحتاجه جداً عظيم القدر ذاك. الطلب الثاني، إذا أمكن فيها الترامس الكلاسيكية، إلى الآن تباع، إلى الآن عليها طلب عندكم، اللي شكل الوردة، رسمة الوردة عليها، هذه نبيها. لي السيف قلب. طيب أول شيء مطلوبكم على القدر والترامس تم. الآن أتوقع أنه أحد في الكنترول من فريق السيف جاليري، الأخ عبد الرحمن تكفى، عندهم طلب قدر، عطهم قدرين وخبزتين، خلهم نبي الجماعة. الأمر الثاني يا جماعة الخير، وأنا جاي في الطريق قاعد أحاول بالإدارة، نبي شيء خاص الجمهور بداية، ما يدري عنه إلا اللي يشوفنا الحين. يعني تو العرض حق عيد الأضحى ترى سيعلن في حساباتنا،
وكل المتابعين سواء جمهور بداية ولا جمهور السيف جاليري وحتى بيعلنوا للمشاهير في السوشيال ميديا. لكن عندي عرض أنا فكرت فيه وحاولت أقنع فيه الإدارة واقتنعوا وتوي سويت له تمديد وهو لا يعلن إلا لمن يقول أنا من جمهور بداية. يعني أي لو بكرة عميل راح للفرع ولا قال لن يحصل على العرض، فقط اللي بيدخل كود بداية سواء بداية نقطتين أو بدون نقطتين بالهاء أو اللي يروح للكاشير يقول أنا من جمهور بداية سيحصل على خصم 40% على جميع منتجات أديسون بلا استثناء، فقط لجمهور بداية. لذلك نهيب الجمهور أنه يستغل هذه الفرصة. صراحة العرض قوي واستثنائي، والعرض صراحة يعني جزء منه أنه مقبلين على عيد ومقبلين على فرحة، والشركة صراحة يعني مبسوطة بهذه الشراكة مع القناة، لذلك أعطتهم عرض قوي جدا. وللأمانة لا يعرف عن العرض إلا اللي تابعنا الآن أو اللي تابع حساب قناة بداية سواء له. يعني تخيلوا آلة الثلج الآن مثلا لو هي 800 يروح يأخذها 400 وشوي، عندنا أجهزة على 3000 مثلا، غسالة صحون 2800 يأخذها على 1400 ولا لو الجهاز نزل قبل، في أجهزة نزلت قبل أسبوع أسبوعين يشملها العرض. الله يبيض وجهكم. عرض عيد الأضحى للأدوات التقديم وعرض بداية، يعني لو الجمهور بداية يروح يأخذ أدوات التقديم 50% ومنتجات أديسون 40%. العميل الغير بقناة بداية يروح يأخذ فقط التقديم بدون عرض الكهربائيات حق أديسون. الله يسعدك. الله يعطيكم العافية، فالكم التوفيق. أنا ودي أجلس معكم، ودنا نسولف، لكن الوقت ضيق، وأوعدكم جلسة ثانية نأخذ ونعطي فيها، ما يقولون ما في وقت. يلا سلام. وش فرق؟ أبشر. إن الشركة تجيب فليزر ولا هنا في القناة؟ لا هنا في القناة. أنا بحاول فيهم. إذا أمدى إن شاء الله. يعطيكم العافية، الجلسة معكم ممتعة، يعطيكم العافية يا حبيبي. يا حبيبي والله من حسن نظرك. الله يجزاكم الخير، جمعتوها يا حب. انا الله يسعدك، انا استاذن منكم ويعطيكم العافيه وباذن نشوفكم على خير. وعلى الطاري، من قال لي طاري الكويت؟ ترى الكويت بيفتح بعد اسبوع اسبوعين فرع ثاني، فرع بس فرع بري عند الفنيوز شغال عشان نحرص على هالكويت. الله يبيض وجهكم، جمعتوها تبرع وعباية. هاي 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 يلا سرعة. اتحداك احمد هنا. هذا لا يوجي عيدك تخفي. اه قلب اللي لعب طيب ارتاح قلب نادر فك استبنا سرعه. اللهم اني جي لا 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 تعال ما خلاص شنو كنت سود
يلا 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 استريح استريح اخ شو اسمه؟ يا ولد انا ما اقدر اقاوم نفسي، شفت التمره ما اقاوم نفسي. طلع بيجيك سكر. فالك ما قبلنا. فالي ان شاء الله ما هو ان شاء الله انه خير. بس يعني تكثر من السكر. يا اخي احب. شوفك والله تكثر جدا انتبه. اولا واخرا. واخرا. والله اني. تقول؟ هو ابو عياش. اسود في اسود، سلام. اوكي والله على اخلاق يا ولد قبل شوي اعطوني مايكي اروح ادخل على ناصر الحج ايه قلت اسمع كان كله ابو مجسم قلت اسمع الشيخ سعود بن حوشان ايه قلت اسمع ايه اسمع ايه اسمع اللي اسمع يلي عينك تدمع قلت اسمع والله اللي رفع سمو والبيت اللي بناه الله لو ما تعطيني مايكي نا عادي اشهد انك اخي امسك يا تصير انيق ابو جابر يا رجال انا اشتري ابو جابر اخر اول يوم تقول ما ادري ايش البس ابو جابر دقيقه شكلك تفتش في درجي لا لا دقيقه تعال تعال الحقيقه غايبه انا مصالح ايه ما حد صالح كل شيء مصالحكم شيء قسما بما انا احل القسم والله الذي لا اله الا هو الذي خلقني من طين والذي لا يؤود شيء الا ما شاء وسع كرسي السماوات والارض اني دخلت البرنامج هذا ما اعرف البس بدال ولا قد لبس بدال اني شاهد جاب طقم سلكت له والله الذي لا اله الا هو اني ما اخبرني لبست بدله قبل البرنامج الا بدله نادي شروره خلي بعلو كره قدم ايه شروره شروره نادي شروره حقه النادي بس اجلس خلني بعلم سالفتك ها قد بس سالفته انا ما البس من اول وهنيا البس بليه هذا خطيق. الولد كان ما يعرف شيء اسمه بدله ما والله ما قد البس اظني في حياته لا في حياتي قد لبسته بس يعني من الثانوي يمكن اخر مره ها كوره تلقاها بعد اني داري المهم جا ذيك المره قال يا ولد انا ما اعرف ايش البس كنت اروح للافنيو وطق شو اسمه؟ افنيو سوق اي هنيه في الرياض اي انت رحت الليفن صح؟ لا المهم انك جيب الغاز ها؟ جيبها بالغاز الغاز اللي هناك ايوه ايوه الفيو اي الفيو المطل يا سلام حلو جدا اي المهم نروح ذاك المره طب مساوي يجيبك طقم ازرق واسود الازرق ليته يعني صاحي شوي لا في ازرق خبيط اي في شخابيط من ورا ودنيا المهم جاني قال بالله كيف العزيزة قلت استر عليك وش تطق مجنون مجنون واسوق عليه ومشي 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 اشوف يقعد عطد عطق ما عاد بيفك طلع في البث اي ما عاد بيفكه يلا متى امانه متى غيرت الطق اهديت واحد اهداه افريل اهداه واحد من العيال اه ما بغى يغيره والله ما بغى يفكه والحين شوف ما ادري من اللي من اللي صار ينسق لك ابو جابر والله شوف خلاص الحقيقه انا الحقيقة سويت غايبة. انا سويت استعانه بصديق من هو؟ واحد من اخويا من برا. فقلا؟ لا من برا والله سويت استعانة صديق وبيض الله وجهه هو له خبرة في بما انه يسافر خارج المملكة ويجي عرفت خبرة في الاطباء فجاني امس والله كيس مليان معبى وجاني يا طويل العمر السلامة قبل اسبوعي هذه يعني الحمد لله الحياة في تطور اسمعني يا ابو جابر هل لو طلعت بتشتري؟ اي والله اسمعني يا ابو جابر جعل لي رزقك بالكريك يرزقنا بالملعقة الله يرزقكم بكريكات نبي ابي انك شوف كويس صغير ما نبي كيس كبير في ملابس شوف شوف ابو علي يقول لك اذا تمنيت اذا تمنيت تمنيت اذا تمنيت فتمن ودع ودع دعوه ها والله اني ما اتمنى ها يا الله انك ترزقنا الجنة ونتمنى الجنة اللهم والدينا والد والدينا والناس اللي تابعوا شوف ابو علي تقول ميدان يرزقنا في الجنه والدنيا ابو علي شفت تقول ميدان خيول مو فيني يا ابو جابر والله ان شاء الله يرزقنا في الدنيا ذي ما وراها الا الشكر الله يرزقنا في الدنيا اطلب ما عند الله يا ابو جابر الله يرزقنا في الدنيا يا اخي دعوه شوف 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 تقول لاعب كره سله اللهم سخر لي جنود الاول اوه
يا واد لقيت واحد اول مره سمعتها واحد من عيالي خوي كيف الحال؟ قال اللهم سخر لي جنر يقول كشخه من كشخه تعب تاتو تشهد دعوه يا واد والله ندعيها اللهم سخر لي جنر والله اجل فهد القيس كان يلبس طقم ما قد لبس هذا القيس والله كانت عصبته ما يفكها لكن سبحان الله غير الاحوال شفت كيف الرياض انا خلاكم شوف انا تدري وش كنت افصل ثياب جميع انواع الثياب انت من الناس اللي يفصل قبصان انواع الخليج يفصل قبصان اي والله بالعيد القم لا انت من الناس اللي يفصل القميص صح؟ احسك ايوه اني والله داعي انا الى ذا الحين مين تفصيل يا اخي ليش ليه؟ الحين وش المشكله؟ خلاص انا وش يا اخي قول لي الاوتفيت فنان اقول الاوتفيت فنان هو كان مستواه في الطقم والله لو ماني مسخن لو ماني مسخن والله انه طقم اليوم طقم ما راح لك والوعد خليني اعطي والوعد انا كنت اتقم جمال الملازيم والوعد خشن الناس كيف كنات يقصدون علي سلمان ترى ما يناظر لا هو مغمض سلمان لو يلبس الخيش ازار يا اخي لا 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 دقيقه قول لا اله الا الله اما اول مره يا طويل العمر السلامه دخلت لي سوق اول ما دخلت قبل ما ادخل البرنامج رحت السوق هذا الساعه 9 صباح عشان ما في احد هي عشان ما احرج قدام الناس بعد اخطاء يقولون ايش داوي الشباب المهم ادخل بثوب واروح اسلم على الرجال كيف حالك عساك طيب من وين بديت اتعرف عليه عشان بدا عرفتني قلت يا اخي شوف انا والله ودي اصارحك في شيء بس اني ما ادري كيف قال وشي وفاش يا اخي انا والله العظيم اني ما قد طقمت وابغى اطقم ولا ادري كيف اطقم قال يعني تبغى تنسيك قلت والله ابغى تنسيك بس ايش قال قال تعال يلا روح يعطيني ملابس يعطيني ملابس يلا روح جرب في الغرفه واروح وارجع المهم اني دخلت الساعه 9 طلعت على ذن الظهر اقول له خير طلعت بدله فيه نفس الكلام بس اني انا تدري ايش ما طلعت بشيء عاد ولا شيء لا انا بدلتين او بدلتين يعني انا والله ما طلعت على حالي انت شايف بدلتينك هذه إيه؟ هو اللي مختار لك انا اتمنى من هذا المنبر انه يرجع يراجع نفسه لا انا اتمنى اني ما عاد اروح المحل هذاك صدقوا لي عيال القميص هذا لك والله يا ولد انا جان يمس والله بعد تصدقون يا عيال يوم اني دخلت البرنامج قالوا قبول نهائي وانا طلع عندي العمي في الشقه هنا قلت يا الربع بروح بطقم مشينا يودوني يم البطحه ما في غير في ملابس زين لكن ما استقبلت ثلاث ريال اربع ريال اي يا ولد تغسلها مره واحده تبيد يا رجال واجيب انا البسها وتقطع راح تبيها الثميري هذا حول البطحه هذا شو اسمه؟ الثميري 20,000 تيشيرت ب 1500 بالفعل انا بعلمك انا ما شريت تدري من شرالي بند اخوي جاب لي انا رجل هذا حليبي بني حليبي بني حليبي بني ما ادري لحليبي بني انا اخذ احنا لازم نروح للمحل اللي راح العقليه انا اقصد عقل العقليه ثميري قدام ابو علي لازم نروح للعقليه هذا حق الثياب وحق الزحف وحق كل شيء هذا العقليه بس ثميري اي اللي كيس بني كله بدل ما بوري بعد ابو علي لازم نروح ايوه وشو يا اخي المحل ابو كيس بني يا اخي الرجال هذا يلبس اي لبس يجيب ما ادري ليه تدرون وش تدرون وش ايه قبل فتره تدرون هذا والله هذا من قبل فتره طويله السلام دخلت سوق بعد المرحله هذه خلاص ما عجبتني طقم اللي ذان السقلي انا وش قلت الخطه باء خطه باء وش هي دخلت المحل اشوف اللي لابسين كله اكيد ما بصدق محل بدل لو في ناس مطقمين بدل كنت بشوف تنسيقهم واقلدهم وقعد وانتظر ناس يخشون واروح وافر تسوي نفسك تناظر المهم اني لقيت واحد الله يستر عليه يا ولد ما شاء الله تبارك الله طقم عجبني اللي هو ذا عرفته اروح ادور شو والله فنان واروح عند ايش اسمه العام اللي يشتغل لي صديق فيه مثل هذا هذا البرنامج برعاية السيف جاليري آي ثوب للخياطة الرجالية آي أكلين شاي ثلاث تسعات موقع جزل للمنتجات الفريدة مياه تانية دار حبوة للنشر والتوزيع بهارات صرة وقف مشكات الحرم هل استمعت لتلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أو الشيخ محمد أيوب أو أئمة الحرمين؟ من علمهم القرآن الكريم؟ تعلموا في حلقات تحفيظ القرآن وكل من علم وساهم في حفظهم شريك لهم في الأجر
هل تتمنى أن تكفل طالباً يكون إماماً للمصلين يوماً ما؟ 15,000 طالب وطالبة بانتظار مساهمتك في وقف مشكات الحرم، ليكون لك أجر صلاتهم وقراءتهم وتعليمهم للقرآن مدى الحياة. وتذكر أن صدقتك في أطهر بقاع العالم. وقف من المشكات يرجو بذلكم، في مكة الغراء يبغي الباري، أضم بها الوحي الكريم منزل، والله قدمها على البلدان. تمتع بالطعم الحقيقي للشاي، شاي ثلاث تسعات، شاي عالمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير ويا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من تأمين، معي أنا زياد الشهري، كل يوم أحد في تمام الساعة 10:30 أو 10:40، كل واحد في الأخير هنا نلتقي فيكم. شكرا لمتابعتكم الدائمة أكيد وحضوركم لحلقاتنا، وحياكم الله معي في ضيف جديد في هالحلقة، تجارب فاشلة حسب ما يقال ويذاع ويدار في السوشيال ميديا سواء من محبين أو من غير ذلك، رحلة طويلة في الإعلام ولكنها قصيرة في الإنتاج. حياكم الله مشاهدينا الكرام باسمي واسمكم، أرحب بضيفي لهذه الحلقة جميل العتيبي، أهلا وسهلا يا جميل. الله يبيك يا أبو سعد، ورغم المقدمة اللي ما كانت يعني ما كانت بالشكل المطلوب، لكن سعيد جدا أني أكون بسمعك واليوم معك، هذا شيء إضافة والله لي، ما أقولها مجاملة لك لأني ما في حاجة مجاملة خصوصا في هالفقرة. لم تكن مقدمة بالشكل المطلوب. نعم. إيش الشيء اللي تتمناه؟ تمنيت أن تكون كصفة شخص يحارب على يقاتل لأمل لحلم. نستعرض رحلاتك ونستعرض معاركك عطفا على تعبيرك أنه يحارب حلو. ونشوف إن شاء الله. جميل العتيبي للمرة الثالثة يستضاف معنا في الشاشة. حلو. يعني عندك استضافة في البداية في تصفيات البزنس واحد. ممتاز. والله ما كتب. نعم. وعندك بعدها في الميركة، واليوم أنت في الاستديو. في الرسالة قبل الاستديو. وفي الرسالة، واليوم أنت في الاستديو. ممتاز. قديم اسمي جميل ولكن الأضرار. قديم اسمي جميل ولكن الأضرار خذت حرفه وعمدته وصار اسمي جمل حمله يشيله من رحالة قداري هدر لكل حاجة تعترض قدمي. متى كتبت؟ كتبت بعد فشل الحلم الثاني أو المحاولة الثانية للحلم اللي أنا حاطه قدامي. وين كانت المحاولة؟ كانت في ثاني اسم أنت قلته. ثاني اسم أنا قلته. طيب كل هالأيام تلك فاشلة؟ اللي فيها ثمرة الصراحة. بس مرت من مرحلة فشل. مرت من مرحلة فشل. ليش تلوم المقدمة اللي ذكرت في بداية اللقاء أجل؟ أنا أفضل أنها تكون ك قتال لحلم، ممكن ان الشخص ذا يستفيد، الشيء ذا يستفيد منه اشخاص، ان مهما فشلت المره الاولى والثانيه ممكن ان يكون الفشل ذا عتبه لك، النجاح اعظم، تطلع فيها فوق ما ترجع فيها ورا. بنوصل للمحاور هذه ان شاء الله، لكن بدايه لمن لا يعرفك، من انت بشكل مختصر؟ جميل العتيبي، مواطن سعودي شغوف جدا، طموح لابعد درجه، لا انثني لا انكسر ولو
فشلت مرة وثنتين وثلاث وعشر. الفشل غالبا كيف تأوله أنت؟ هل هو أنا سببه ولا الأشخاص هم أسبابه؟ باختلاف الأسباب أنا أشوف أنه يولد قوة، ما أهتم في الأسباب، أهتم في النتيجة آخر شيء. إذن من صح من المسؤول عن فشلك رقم واحد؟ نفسي. اثنين؟ نفسي. ثلاثة؟ نفسي بعد. من اللي مسؤول عن 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 الغرور اللي جالس داري فيه أخطاء غيرك هذا؟ أنا ما هو بغرور أول شيء، لكن أنت لازم تكون صريح مع نفسك أول حاجة. إذا أخطيت لازم ترجع يعني تشوف أمورك، أنا وش أخطيت فيه، أنا طيب كان المفروض أني أسوي كذا ما أسوي كذا في المرحلة هذه. استفدت طيب ورجعت؟ كان فيها فائدة صراحة، لكن الفائدة ما كانت يعني الشكل الغالب. طيب تختلف الأماكن ولكن التجربة واحدة، يعني كلها في إطار الإعلام. نعم. ما أنثنت عزومك عن الأولى ولا الثانية والآن والثالثة والرابعة و... لا. إلى متى؟ ممكن أنه ما كتب لك هذا المجال أن يكون لك فيه توفيق؟ شف ممكن أنه بعد ما أنجح في هالبرنامج، لكن ممكن أني أنجح في برنامج بعده. أنا ما عندي مشكلة، يعني ما عندي شيء أداريه أو شيء، يعني أنا نفسي إذا انكسرت أداري نفسي وأمشي، ما أنتظر كلمة ولا أنتظر أي دعم، أنا أدعم نفسي وأكمل. بس ما تشوف هذا إجحاف في حق نفسك أنه كل التجارب أنا المسؤول عن فشلها؟ ما أشوف إجحاف، بالعكس دائما في ناس وصلوا لاختراعات عظيمة كانت بداياتها فشل عظيم، مثل أديسون في اختراع الضوء كانوا يصفونه بالجنون، كيف أنك تبي، كانوا يشوفونه كضوء الشمس أنك تبي تخلقه من عدم. ففوق فشل تجاربه يعني حتى ما كان في دعم، كان في استهزاء، يعني لو وقف ما كان الحين احنا طالعين، كنا نبث الظهر بس. وينك وين أديسون؟ انا اعطيك مثال بس، أديسون هل يزيد عني بيد، هل يزيد عني، كل واحد له حلم. ممكن يزيد عنك باشخاص عاونوه. ما عاونوه، حطموه الكل. نعم. انت كنت معه؟ لا تكسرت قصته. في بعد احد المخترعين لكن والله ما يحضرني اسمه، اللي كتب له من المدرسة اللي يسلمها لوالدته. نعم. إنه أقل من إنه يدرس، واحتفظت بالورقة والدته ما عطته، بعد ما صار مخترع وكبر اكتشف الورقة. هنا صح، هنا الدعم فرق. بس ما جد دعمت بإن لا ترى كلامه خطأ، لا خلته هو يكمل ويقاتل يكمل. فالأخير قالت ترى في كلمة كانت ممكن تكون عثرة قدامك. فشلك في الإعلام فقط أو تجاربك؟ لا. لم تكن ناجحة بالإعلام؟ لا، فشلي في الدراسة أيضا. حتى الدراسة؟ إيه نعم. برضو أنت المسؤول؟ نعم أنا مسؤول. لا فيه الصراع للأمانة تخصص ما كنت أنا مسؤول فيه. طيب أعطونا قيمة الحلقة اليوم يا شباب بعد أنكم على الشاشة عشان ننطلق في أسئلتنا ونكمل باقي محاورنا مع الجميل العتيبي. قيمة الأسئلة اليوم أو الفقرة أعطونا على الشاشة يا شباب. راح يكون قيمة الأسئلة اليوم معنا إن شاء الله يا جميل، أو قيمة هذه الحلقة كرصيد مأخوذ جزء منك وجزء معطى لك من فريق العمل في طاقم تأمين. وقفوا لي التسعيرة ونشوف شو وقفت عليه. 1500 نقطة اللهم لك الحمد، بإمكانها تكون كلها بين يديك وبإمكانك تضحي فيها، الأمر راجع لك في النهاية. ننطلق، أعطنا الظرف الأول يا جميل وخلنا نشوف إيش السؤال اللي فيه. إذا رأيت أن السؤال هذا يستحق الظهور على الشاشة وعندك استعداد الجواب عليه، أعطني الأمر بذكر السؤال وأنا أذكر المشاهدين ونأخذ منك الإجابة. رقم واحد، سؤالك يا جميل بين يديك. نذكر السؤال. جميل يوم من الأيام كان موجود في كلية الطيران وحصل مشكلة بينه وبين شخص وخلته يترك الكلية، إيش المشكلة وإيش اللي حصل؟ يعني الوصول بحد ذاته بعد معاناة للمكان هذا لأنه مكان كبير جدا. وتركته قبل التخرج بثمانية شهور. وتركته قبل التخرج أو ودعته قبل التخرج بثمانية شهور، يعني حتى بعد قضاء رحلة طويلة فيها من التعب، إيش اللي حصل يا جميل؟ أول حاجة اللهم لك الحمد على كل شيء. اللي حصل كان عندنا الواجب إذا ما حليته يوكل لك عمل، إذا ما حليته يسجل عليك غياب أسبوع كامل. جميل. إيه؟ أنا حصل لي ظرف ما قدرت أحل الواجب،
فقعدت امشي ورا الانستراكتور اللي هو المدرس المحاضر عشان يحاول انه يعيدني. اخذت تقريبا ساعه ساعه ونص. وانت تطلب منه بعد شق الانفس سمح اني اعيد الواجب. طيب بعد ما رجعت جاء شخص ممكن جاء في وقت غلط، كلمته كانت غلط، قال لفظ ما حد يقبله لا على نفسه. وشو الشخص هذا؟ زميل؟ اي نعم. طيب طالب ما اخذها من باب اللي مسوي يعني دافور، اضاف لها كلمه يعني ما حد يقبلها. طيب انا وقتها يعني واصل حدي، ساعه كامله امشي ورا انستراكتور عشان عيد. حصلت مشكله بيني وبينه. المشكله هذه كانت بتتصاعد اصلا اكثر من الفصل. انت فصلت؟ اي. ما مشيت بكيفك؟ لا لا فصلت. ف يعني كانت المفروض انها تتصعد اكثر من الفصل واكبر، يعني الموضوع كان كبير شوي، لكن اللهم لك الحمد كان في اشخاص يعني حاولوا يداركون المشكله قد ما يقدرون. والكلمه الصادمه لي انه جاني قال الامور كلها ضبطناها لك لكن الفصل ما قدرنا نسوي فيه شيء. المسؤول وقتها إيه؟ كانت كلمه مثل الصاعقه لي. فصلت لحالك ولا الشخص الثاني معك؟ فصل لي. شخصين كلكم؟ إيه؟ ايش كانت الكلمه يا جميل؟ ما تذكر، ما تذكر ابدا. تخلي غضبك تحكم مسيره ايام. الشيطان شاطر منك و يعني الكلمه ما يقبلها احد. لو رجع يعتذر الان هذا الشخص ما راح ادري. هل بينكم تواصل ولا استحاله اصلا؟ استحاله. من هو الشخص؟ طالب. ايش اسمه؟ طالب. اسمه طالب؟ نعم. مو بصفته؟ لا صفة خلها على صفته. طالب هي صفة؟ اي نعم. اسمه؟ لا اسمه ما بيذكر. ايش ممكن توصل له رسالة الآن؟ الله يوفقك ويسر أمرك. بس بكل سهولة؟ بكل سهولة. شيء مكتوب وصار يعني في النهاية تضايقت أو رضيت، في النهاية هو قد حصل وراح. فلازم إننا نمشي نتقدم. أعطوني أخضر على المربع هذا يا شباب. بعد إذنكم أعطوني أخضر. طيب ايش اهم حاجه عندك في الدنيا يا جميل، او ممكن انك تخليها الاولى في حياتك، العلاقات او المال؟ العلاقات لانها تاتي بالمال. كل العلاقات ما راح اقول المال ياتي بالعلاقات، لان المال ما ياتي بالعلاقات الصافيه. اما العلاقات ويجي بعدها المال كذا انت محظوظ. طيب علاقتك الان بعد تفسيرك لأنه العلاقات أهم من المال، هل أستطيع أني أبني العلاقة بشكل مهني ولا أخوة؟ الاثنين على حسب المكان اللي أنت فيه. يعني مثلا الآن في القناة أقدر مثلا إذا كنت أنا مثلا موظف معكم أقدر تكون العلاقة مهنية، فقط أجي أدي عملي وأطلع، ما راح يكون علي منقود ولا راح يكون شيء سيء، أقدر أخليها من باب خوة اللي لا خلصنا عمل نسمر سوا ونجلس سوا هنا، لكن أفضل العلاقات على المال. طيب فقدت أغراضك داخل الغرف؟ إيه نعم. صعدت الموضوع على الهواء؟ إيه. وكأنك تتهم من تقول أنهم أخواني بالسرقة؟ مو بالمتسابقين. مين؟ لو المكان يدخل المتسابقين بس صح، لكن المكان يدخله إعداد، يدخله نقاد، يدخله يعني السرقة أتت من إدارة ما القناة؟ ما يدخل حتى عمال النظافة. أنا يوم جيت فتحت الموضوع قالوا في بعض يعني بعض العمال قد مشوا، بعض العمال يجون، ففي زي الشفتات يتنقل يعني يتغيرون ما يكونون ثابتين. انا ما كان موضوعي فقدان الاشياء، انا كان موضوعي فقدان ساعه. ساعه تعني لي الكثير، مناسبتها، الشخص اللي اهداها لي، يعني امور كثيره اغلى من انها كونها ساعه. اللي اهداها لك يقدر يهدي لك واحده ثانيه. كانت غاليه علي مره خالية. مو نفس الشخص يقدر يعطيك واحدة ثانية؟ هي مو بحلاو أخذ كل شيء. لا هي ساعة، هي ذكرى، هي ذكرى لموقف. فكانت يعني كانت غالية علي مرة. وإلى الآن ما وجدتها؟ ما وجدتها. لا. لو شفتها في يد واحد من أخوانك متسابقين إيش ممكن تكون ردة فعلك؟ وجابها من باب إنه مقلب. ما راح أشوفها في يد واحد، لأن ما راح تكون معه. ما راح إيش؟ ما راح تكون معه من البداية. لو حصل وحصل انك شفتها يعني ما راح يحصل، لا تشيلها. يعني انت عارف وينها؟ لو عارف وينها كان رحت اخذتها.
لا تناقض نفسك يا جميل. ما ناقض نفسي بس كيف تقول ما راح اشوفه الان؟ انت عندك كم يدخل المكان؟ يدخله من البدايه ايا كان، جعله يدخل اهل الارض كلهم. حلو، لو مروا شفتها في يد واحد من اخوياك ما راح يصير الامر ذا، لانهم عارفين ان السعديه انا فاقدها، لو شافوها على طول جو عطونيها. كيف يدري اني فاقدها وادورها يحطها في يده ويطلع؟ ممكن الشخص يهدي لك ساعه ثانيه نفس الشخص ولا مستحيل؟ لا مستحيل، لا، لان هذه كانت مرتبطه في مناسبه. نعم، مرتبطة في وقت في حقبة معينة وراحت. راحت، وسبب رحيلها اني انتقلت لمرحلة اخرى، لعلاقة اخرى. لا، مرحلة اخرى، مرحلة اعلامية جديدة، مرحلة تغير فيها اشياء كثيرة في حياتي. من صاحب الهدية؟ سعد الشمري. انعم واكرم. ما عليك سؤال. يا سعد، الرجال راحت الساعة اللي انت هديته، فبعد اذنك اتقدم لك بطلب، بما اني ابو سعد يبغى له ساعة جديدة له انت. لا والله، لا ايش تجيبها زي كذا؟ لا مو طلبه هي. لا دقيقة بس، ها الرجل هذا يغليك حيل، شوف له ساعة يا سعد الله لا يهينك. اذا يجي سعد براسه يكون افضل. وش تحطه في يدك؟ يا احطه في يمناي، هو يمناي. جميل جميل يا جميل. هاي. طيب، على طاري السوالف داخل البرنامج، من صاحب فكرة بخور السوق؟ صاحب فكرة بخور السوق الموضوع ذا يعني أخذ فيه يومين إلى ثلاثة أيام، أتوقع أنها كانت كافية لو ترجع تشوف المقاطع. ما عندي وقت أرجع، وأنا ما عندي وقت أفتح الموضوع وأنغث مرة ثانية. ذكرت أو يعني طلبت منك اسم، ما بغيت السالفة كاملة. من صاحب الفكرة؟ فكرة جلسة بخور السوق. نعم، أحمد حنيه. أحمد حنيه. نعم، لا عدت أسأل ثاني، طلبت مني السؤال ذا وجاك. ليش؟ بس لأني ما أبي أدخل في معمعة ثانية. كلهم مش معمعة، شوف إحنا جايين هنا معمعة بسبة اللي داخل، ممكن الموضوع يكون بسيط بيننا، لو أدري إن الموضوع عندك بس أنا ما عندي مشكلة. لكن عندك ناس تخلي الحبة قبة. أفا. نعم، النقاد. النقاد. إيه نعم، لا أفا تقصد أحد ثاني، لا لا تشيل هم النقاد. طب تجاهلهم وخلنا نتناقش الموضوع. تحاول تجاهلهم أحمد حنيف، جو وسط الصحن ياكل، يطالع له وطالع في النقد. تجاهل يعني الحياة نصها تجاهل. وش الهدف انها جت الفكرة هذه؟ فكرة ايش؟ بخور السوق كانت جلسة اسقاطة. هل يهمك النقاد امانة؟ ما يهمني اعلاميا، بعيدا عن العلاقة الشخصية. انا كجميل ما يهمني. ما يهمونك؟ نعم. ليش طيب تعطيهم حيز من حياتك وتخترع لهم اسم جلسة لانهم جزء من يوم، جزء لا يتجزأ من يومك هنا سواء انت برضو ما يهمك، كيف تعطي من وقتك؟ لا، في شيء اسمه ممكن يذكر اسمك بشيء انت ما سويته ويعطونك الهيلمة. عاد عندك ما شاء الله تبارك الله، يعني عندنا هنا مساعدين فيها، المساعد في الخفاء. في الخفاء ايش معنى مساعد في الخفاء؟ شخص في الظل يرتب الشيء اللي يطلع على الشاشة. ما يرتب، اجل اي شيء يقولونه ممكن انه يعزز له ويروجه في مواقع التواصل الاجتماعي، يفتح سالفة تصير سالفة. كيف دريت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ دريت يوم طلعت للمستشفى ورجعت اللي راح كله. رجعت اكيد بشوف انا رحت لحسابات الاشخاص المعنيين بالقناه. تتوقع انه لا زال مستمر الى الان؟ نعم. يتغذى على يتغذى على ايش؟ على المواضيع اللي ممكن انها يكون فيها مهاترات، شيء ما احد يبيه. وانتم سهلين الميراث يعني في النهايه؟ لا مو سهلين الميراث، ولكن الامر يحكم علينا ان نجي الرد. انا في قناه اعلاميه ساعه من كل يوم يجي شخص يقول فلان ما يسوي، فلان ما يسوي. مهما صار مو بزين لي اني اجي في مكان يعني ينقص من قيمتي، لا انا بطلع. هل في احد اصلا يقدر ينقص من قيمتك؟ لا، لكن احترامي النفسي اني اوقفه عند حده. وقفته؟ وقفته. كيف التنافس بينكم؟ شريف. بنسبة؟ 100%. 100%. نعم. اعطني السؤال الثاني يا جميل. تسلسلي ولا اي رقم؟ لا رقم 2 لا انت اللي بعده على طول. عندك سؤال الاول اخذنا عليه بلوكه خضراء. يا رب اني ما اشوف الاحمر، بس لانك تقول الجراءه عندك عظيمه. اذكر؟ لا. كفى. اي والله كلهم غاليين. تونا بادين. كلهم غاليين والله.
طيب اوكي، شو المشكله؟ انا ممكن اجابتي تكون واضحه من جهه لكن ما ابيها تؤول لك كل الوقت انك توضحها من كل الجهات. بس حرام تروح عليك النقاط، يعني من باب الانصاف بس النقاط تروح ولا يروح الرجل. الرجل كيف العلاقه بينهم الان؟ بين من؟ بين الاسماء اللي وجدت جدا جميله. واحد اكيد لكن الثاني كلها جميله. لكن شوف المشاكل ممكن تصير بين الاخوان. نذكر الاسماء؟ طيب بما اننا بنسولف اذا كذا نذكر السؤال، لكن عشان كذا نقول لا بعدين نتجاوز. اعطوني ايه. احمر لا انتو اوكي ارتب لك عبارات الان اسم. وباك تذكر لي امام كل عباره او بعد ما انت من العباره اسم شخص. حلو جميل ممتاز. القليل من الشجاعه جبن والكثير منه او منها وقاحه لا فائده منها. القليل من الشجاعه جبن. القليل من الشجاعه جبن والكثير منها وقاحه لا فائده منها. ايش الاسم اللي يناسب هالعباره؟ اي شخص ممكن. لا ابغى اسم، ما ابغى تصف لي اسم او شيء صفه شخص. المشكله ان في اكثر، في مكان من يجيه ينطبق عليه الكلام ده. مين؟ النقد. اي شخص يطلع في النقد. ابغى اسم. جميل. جميل؟ نعم. انه اذا ما تكلم وكان محترم معهم شافوه جبان. اذا زاد عليهم زي ما يزيدون قالوا وقح. هذا صحيح. طيب، الثانية لا تكون تكملة عدد بيننا. شخص تتمنى انه يزيد لان عنده الكثير بس الى الان ما طلع كل اللي عنده. مين؟ لا تكون تكملة عدد بيننا. يعني كأنك توجهها له من محبة يعني مش استنقاص. للأسف ما في أحد، ما عندنا أحد. يا جميل أرجوك. ما عندنا أحد يكمل عدد، لو فيه أنا قلت لك. ما راح أخاف من هذا. من المقدمين. من المقدمين؟ لا تكون تكملة عدد. علي الغامدي. لأن أسلوبه أقوى من اللي ظاهر. الثالثة. المرجلة يا أخوي هي طولة البال. هي العز. هي العزم، هي الصبر بالظلايم. من يترتب عليه هذا البيت او يصفه؟ طولة البال والصبر صالح البلوي. صالح البلوي. نعم. من اللي ظالمه؟ صالح البلوي ممكن يتكلم معك في الموضوع. انت ايش تشعر يعني؟ اكيد انك صديقه المقرب وفاتحين تجاره مع بعض. ممكن اتكلم عن شيء ما يبي هو انه يظهر. ولا هو يعني قاعد يتألم من وطأة الظلم؟ لا. أجل. ما يتألم، صاحب صبر عظيم. جالس يصبر على الظلم؟ نعم. يصبر على كل شيء، مو بس الظلم، على كل شيء. وما انظلم هنا، لا انظلم في محطة سابقة. كيف رقبته؟ رقبته طيبة. مساء بخير. إيه الله يجعله إن شاء الله. ما طمنتني الله يسعدك. والله بخير نحن. ليس الإعلام مكانك، من؟ ليس الإعلام مكانك. الإعلام بالتحديد إيش؟ الإعلام بشكل عام. ليس الإعلام مكانك. أحتاج إجابات سريعة يا جميل. أفكر والله. أتجاوز؟ لأن هي تجاوز. اترك التزييف، فحقيقتك أجمل. عزيز، حقيقته أجمل. عزيز محمد. نعم، أجمل بكثير. ثق بنفسك. ثق بنفسك دعيري، لأنه راح يكون من أعظم النقاط. ليش تركيزك كله على النقد؟ لأن أخوياي ما يحتاجون مني شهادة. من تواضع لله رفعه. أنت تواضع لله رفعه العزيز. عبد الرحمن العزيزي. نعم. إنسان متواضع بشكل. يا عبد الرحمن خل عنك الغرور اللي أنت فيه وبيرفعك الله بتواضعك. كف. متواضع لله رفعه هو. كف عن استجداء المشاعر. لا طلعت بجهتين الأسئلة. كف عن استجداء المشاعر، فالعواطف لا تشحذ. مقدم لكن ما راح أذكر اسمه لأنه إلى الآن ما بدأ. وأنا شايل هم كبير. والله انك تعرف احد، والله انك تعرف يا زين. فيا رب انها ما تجي. ما فكرت؟ فكرت انا بس ما اقدر اقول الاسم للاسف. للاسف انت اهم شيء انك تعرفه. والشفقة غاية الحمقى ليكسبون عذرا للفشل. لا يوجد. لا يوجد. ظهرت في البدايات كشاعر. حلو. فجأة صفة الشاعر هذه اختفت
وظهرنا جميل بشكل ثاني. إيش السبب؟ هل اكتشفت أنك لبست ثوب ما بثوبك؟ اللي هو لا. الشعر؟ الشعر ورثي. أجل؟ شيء ورثته. إيش سبب تركك لهال؟ ما تركته، لكن ما أعطيته الفوكس المطلوب. والسبب؟ السبب أشوف أن الشاعر في برامج الواقع ممكن أنه يمر في أمرين صعب، كيف أنه يؤدي في البرنامج، كيف أنه يخرج من الصراعات والمنازعات والأمور اللي ممكن تخلق في بيئة الشعر الموجودة. وهذه بعد تجارب يعني ما جت وليدة اللحظة. نعم. إيش ممكن توصل يعني أخوياك الآن حرام ما توجه لهم نصيحة اللي شعار في هالبرنامج؟ أول شيء هم اللي ينصحون، لكن إذا على جميل ورأي من باب تجربة يعني. إذا على رأي جميل اليسر منهم عمرا وقدرا، أقول الشعر لا تدخل بشكل رسمي شاعر، لا تدخل شخص يقدم ما أصلا برامج الرياليتي المطلوب منك اللي هو الواقعية، زي ما أنت في بيتك في استراحتك. أنا أقول أذكر قصايد، ما أقول لا تذكر، لكن ما تكون تركيزك الكامل عليها. عطني السؤال الثالث وإن شاء الله ما نتجاوز نفس اللي قبله، لأنك تملك الجراءة أكيد على 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 الجواب، بسبب يعني بسيط أنها كلها أشياء أنت فعلتها يعني بكامل عقلك. لازم أقول اسم؟ اسمح لي أقول السؤال بعدين نتناقش في مسألة الاسم. قل السؤال. السؤال يقول: في شخص دعاك في تحدي على التيك توك، تطبيق التيك توك، وقلت له ما بقى من 7 مليار شخص إلا هذا الشخص، ما دخلت معه. حصل الموقف هذا؟ نعم. ليش الخوف من عدم الدخول مع هالشخص؟ مو بخوف. وش السبب طيب؟ أكون صادق، الأمور اللي تمشي من تحت الطاولة أنا أحطها تحت الطاولة. أنا إنسان لحقني منك ضرر، ما قبل أن أنهيت العلاقة معك خلاص اللي بيننا رد سلام فقط، لأن رده واجب، لو ما رده واجب بعد نقول بدون حتى سلام. حتى وإلا يعني لو رده ما هو واجب ما رديت ما لا سلام ولا غيره. ف ممكن إنه كان يبتسم في الشاشة ورا الشاشة شيء ثاني الشخص، هذا طبيعي يعني. اسم ولا راح أذكر اسم، لكن الشخص ما كان صريح بشكل كافي. خلاص الشخص ده ما تقبلته. هل هو معك لحالك ولا مع عدة أشخاص؟ عدة أشخاص. يعني مش من تم اللي مستقصد يا جميل؟ هو لا. هذا طبعه. نعم. ديدنا. للأسف. لو تصادفت في مكان واحد، هل بتذهل من شوفته؟ لا. راح أشفق عليه. إيش ممكن توجه له نصيحة الآن؟ في دائما خط للرجع. موجود الخط هذا. الرجع لنفسه، مو هو بلي أنا. انتهت بالنسبة لك أنت، لا طريقة للرجعة. إن كان هو بيتحسن لنفسه الله يجعله ويجعله من زود في زود. متى آخر مرة صار بينكم على قولتهم جوز كلام؟ متى آخر مرة تخاطبت أنت وياه تكلمت؟ قبل نهاية الشتاء. قبل نهاية الشتاء. نعم. رغبة ولا صدفة؟ لا في جروب. جزء من السؤال: من هو الشخص؟ لن أذكر السؤال للأسف. طب جاوبت لك على السؤال، لكن عدم ذكري لاسم الشخص هو احترام له، احترام للشاشة، احترام لنفسه. يعني ذكر اسمه على الشاشة سيء؟ نعم. لا سيء تبع للكلام اللي قلته. آه ليش ما حفظت اللحظة هذيك ولا ذكرت الكلام هذا اللي أولنا إلى سؤال إحنا؟ ما راح أذكر اسمه في النهاية. ما راح ذيك اللحظة. ليش ما تجاهلت الموضوع ولا ذكرت العبارة هذه؟ لو لم يبقى من 7 مليار لهذا الشخص ما دخلت معه. إيش الهدف من ذكر هالكلام أصلاً في بث؟ أول حاجة كنت فاتح بث. أنت طبعاً إذا اعتدت على الشيء خلاص. طبعاً طلع لي اللي هو القست، طلب القست. أحياناً في طلب القست ينقطع الصوت الأغلب. إذا جاك طلب قست ينقطع الصوت. ثم يبقى من 7 مليار اللي أنت ما قبلتك. أزلت الطلب، طلع صوت، فما عندي مشكلة. في النهاية هذا أنا جميل، شخص ضرني ما هو مجبور إني أتقبله. هذا ضعف ترى، إذا الشخص يضرك وقاعد تتقبله مجاملة. لا. هل كان في فرصة؟
ما بحثت عن فرصة عشان أبحث. ولن تبحث؟ ولن أبحث. سعود الحوشان حدثني عنه، كيف علاقتك فيه؟ سعود الحوشان مثابة أخونا الصغير. الله يبارك لكم إن شاء الله في أوقاتكم وعملكم. رتب لي أولوياتك يا جميل. تجارة، توسع، علاقات، مغامرة، محبة جمهور. تجارة، توسع، علاقات، مغامرة، محبة جمهور. أول شيء أول شيء مغامرة، وبعدها التجارة أو التوسع أو العلاقات أو محبة الجمهور. علاقات، جميل، توسع، محبة الجمهور، لأن هذه بعيدة عن نحطها أول شيء أو آخر شيء، هذه من الله سبحانه، ما تفرق أنك تبحث عنها، إذا بحثت عنها ما لقيتها ترى. محبة الجمهور ما تبحث عنها. وآخر شيء التجارة. نعم. أعطوني أحمر لا هنتو على المربع اللي قبل شوي. لا تضحك يا جميل، لأن جزء من السؤال معرفة الشخص. طيب نص طيب. وأنت ما عندنا أنصاف الحلول، يا أبيض يا أسود، أو يا أخضر يا أحمر. ممتاز. ما يجعل الأحرار مثل المماليك إلا معرفة الرجال في بعضها. عكاشة ثياب ونعم الرجل. وش قال جميل في المعروف؟ قلت في سعد الشمري بيتين، قلت يا ليت، لا قلت لعله يصاب بضيق وفداه دون الضيق، لجل عاتقي يرتاح من شيء المعروفة. بنيت الجمايل بني طوب وحداني طويق، لو انها تنوش الغيم هطويق بتشوفها. صح لسانك، تستاهل سعد، تستاهل الطيب. ان شاء الله الساعة جاية لا تشيلها. يا اخي طيب جميل المواضيع. تجملت في ناس ونجحت؟ ما أدورها عشان أقول نجحت، ما دورت لها رد. ما كتبت في هالبيت أو هالعبارة شيء؟ ما يحضرني والله. ولا كتبت؟ ممكن كتبت لكن ما يحضرني، لأن أنا حفظي مو ذاك. لو أصبحت من الماضي، وش ودك الناس يذكرونك فيه؟ بالخير، وإن الله يرحم من ربه. بالخير. خير لوالدي. وش أكثر شيء ممكن يهزم شخصيتك؟ يهزم شخصيتي من أي ناحية عشان ما يأول ما تأول الإجابة؟ شيء ممكن إذا حصل ألقاك في انكسار كامل. أهلي. هذا شيء متفق عليه، ما بعد ذلك؟ لا، أنا بزيادة إلى مرحلة بعيدة مرة. ممكن أني تشوفني اللي أشيل همينة، ممكن أطلع مود أشوف وش صار عليه وش ما صار. لا بزيادة أنا. وهالشي ممكن أنه ضرني من ناحية إن لا أنا اللي شفت شغلي ولا أنا اللي رحت شفته. يعني يخليك في المنطقة الرمادية غصب. لا أنت اللي قاعدة تأدي بالشكل المطلوب، ولا أنت اللي قلت فمان الله ورحت لهلك. هذا الشيء اللي أواجه صعوبة فيه. وجهتك الدنيا إلى طريق مسدودة، يا إما عملك أو أهلك. عملي لأني بفيد أهلي، ما أبي أكون. عطني السؤال الرابع. طيب أبشر. عندك ملكتين حمراء. الله يستر ما لك. أذكر سؤال يقول: سلمان ملحي كان سبب في انضمامك لبرنامج المعزب، حصل أو لا؟ سلمان وسعد الشمري وأحمد عبد الرحيم. كيف كانت التجربة يا جميل؟ كانت جدا جميلة. أبرز أسباب عدم نجاحها الكامل. عدم نجاحها الكامل ممكن أنها ما تم الترويج لها بشكل مناسب. فقط الترويج؟ نعم. توليفة الأسماء كانت جيدة؟ توليفة الأسماء نعم كانت جيدة. يمكن البحر قطرة بالمعنى الفعلي. مستقبلاً بتخوض نفس التجربة مع نفس الأسماء؟ ليشرف أسماء عظيمة، أسماء صنعنا معهم شيء لمدة شهر. لو طلب منك اختيار شخصين زائدا على المجموعة، مش مين ممكن يكون زائدا على المجموعة؟ نعم، على الأسماء الموجودة أضيف اسمين يا جميل. سعد الشمري وصالح بلوي. استغنى عن اثنين؟ لن أستغنى، لأن الطلب كان في البداية زيادة.
ما تشوف انه بعض المجاملات قد تضرك حتى في عملك؟ شوف مو مجاملات، اول شيء سعد خبره عظيمه استفدت منها اشياء كثير. صالح تذكر كلامي ذا، اقسم بمن احل القسم لترى شخص عظيم. هو الى الان قاعد يرتب المرحله الجديده. من متى تعرف صالح؟ اعرفه من الميركا، ندمان اني عرفته من الميركا. اوف ندمان اني ما عرفته من قبل الشخص. تدري ان بعد البث ناخذ جلسه بالساعه والساعتين نقاشات في امور برا البرنامج. والله اللي يجي من العيال يجلس ينصت، بس انسان عظيم اللي هنا. بما انك ذكرت معرفتك لصالح في الميركا، حدثني عن ايام الميركا كيف كانت؟ لو رجع بك الزمان ايش ممكن تسوي ولا تخوض في بعض الامور؟ ما كانت بالشكل المتوقع. سمعت وعود اكبر يعني؟ نعم. ممن؟ من الاداره في ذاك الوقت. من يمثلها الاداره في ذاك الوقت؟ انت تدري من يمثلها. وعد؟ نعم وعود، مو بوعد، وعود بامور كثيره. هل كانت وعوده لاقناعكم بالقبول؟ نعم. للاستثمار يعني الاستثمار فيكم؟ ايه كان حتى مو بس كحل. استنزفكم؟ استنزف بعض الاشخاص لاشخاص. استنزاف لسعد الشمري ذيك الفتره كان ضايقكم؟ جدا. هل البرنامج جدا. نجح؟ ما نجح. والسبب؟ ولو يرجع 10 سنين ما ينجح. وش السبب؟ اول شيء بعيدا عن الاسماء، الاسماء كانت جدا جميله فيه توليفه، لكن كان مبني البرنامج بشكل اخر على استنزاف مشاعر. فعلا استنزاف مشاعر. من شخص واحد؟ من شخص واحد من الإدارة أو المتسابقين؟ لا المتسابقين مش نقاشنا، مستحيل المتسابقين لا يستنزفون. خليني أوضح لك، مستحيل تفشل نسخة بسبب المتسابقين إذا وجدت إدارة حازمة. فعلا. وإذا فشلت النسخة فهي بسبب إدارة. يا سلام. هل الاستنزاف هذا ما كنتوا تحاولون تردون عنكم؟ حاولنا بأكثر من طريقة ما نفعت. وفي نهاية الأمر، في نهاية التجربة. طيب معليش جميل، خلي بعيدة عن ذكر الأسماء. ما راح أذكر اسم. إيش الهدف من العمل اللي كان يحصل؟ ما كان إنه يبني قناة من جديد، بس كمحاولة سلب البساط من قناة أخرى. يعني كان يسعى لإسقاط غيره وليس لقيامه. نعم محاولة سحب البساط. ووصلتكم هالرسائل أو شعرتوا فيها أنتوا؟ شعرنا فيها، ما وصلتنا بشكل مباشر. شعرتوا فيها؟ نعم. محاولاته لكسر غيره ليستقيم هو ما كانت تأذيكم؟ كانت تأذينا، لكن في النهاية كسرته ما كسرته. شوف حنا وين، شوفوا وين نسوا. يعني هذه حقيقة ما يقدر الواحد يتهرب منها. أبداً، والحقيقة المفروض أن الناس يدرون بعد بالأمر. إحنا يوم طلعنا من الميركا المفروض أننا ماخذين شهادة دورة ضفادع بشرية. جلستوا ناقشتوا أخذتوا وعطيتوا؟ طلعنا من عوامل تعرية مو برنامج واقعي. ناقشنا، جلسنا. إيش كانت ردود الفعل؟ صارت مشكلة. ردود الفعل أنت ممكن تجي منفعل. ليه كذا ويصير كذا؟ يعني أمور ممكن أنها ما تدخل في عقلك يجيك بالشكل البارد. لا لا عادي، ما في شيء، ما حصل شيء، الأمور بسيطة، ايش فيك منفعل؟ لا تنفعل، أنت كيف بتمشي في الإعلام وأنت منفعل زي كذا؟ ويجلس يذبحك زيادة، يذبحك زيادة. ما كان يواجه. هل ممكن أنه من باب تجربتكم طبعا، حلو، هل ممكن يا جميل أنه يضرك علشان ينفع نفسه؟ وأنا معه؟ نعم. ضر ناس عشان ينفع ناس، ضر ناس كثير. لو رجعت بك الأيام بترجع تعيد التجربة في ذيك الأيام؟ نعم، لأنها كانت أحد حلقات الوصل بأشخاص، يعني صارت حلقة وصل بأشخاص مع مثلا سعد، مو مع صالح، مع لو عادت الأيام مع نفس الشخص أو نفس الإدارة بترجع تعيد التجربة؟ إعادتي للتجربة ولا أقولها مجاملة، والله حتى جلسنا واجتمعنا في الأمر
اللي داره من هنا الموضوع؟ سعود العتيبي والاسم اللي معه منها انت يا استاذ زياد، منها فادي عيان، منها ناصر حربي. هل اصبحت هاجز انك تعرف من الاسماء عشان تعرف تشتغل او لا؟ نعم. لان اعرف الاسماء هذه هل هي بتنتج فعلا اشخاص ممكن انهم يكونون برا دائره برامج الواقع، مخرجات يفتخر فيها. هنا السؤال. قاعده بس عشان نقفل هالمحور، الشمس لا تغطى بغربال. صح. مهما حاول الشخص انه يظهر شيء مخالف للواقع، صدقني الأيام كفيلة بأنها تظهر الواقع بشكل يؤلم من كان يظن بأنه ليس بهذا الواقع. يقول يا جميل أحبها حب البدو للمعاميل، حتى لو أني من هواها تضر يا ليت ما أعطيها من أول. أحبها حب البدو للمعاميل، حتى لو أني من هواها تضر يا ليت ما له في حياتي تفاصيل ولا شريط الذكريات تكرر. هذا اللي حافظه منها. ليش حرام تقتل مثل هالقصايد بعدم حفظها؟ عندي قصيدة ثانية إذا تبي ممكن أقولها. في نفس الشخص كتبت؟ لا، في أمر ثاني لكن مهم جدا. سلمت، عطني إياها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا ما قلت سمع لنفسك، نبغى نسمع. نتجاوز ونرجع لها؟ نتجاوز ونرجع لها. وش اللي ممكن يوقف جميل ويجلس يتأمل؟ هل هي شيلة أو صورة أو بيت؟ كتاب. نعم، أني اكتشفت أني ظالم نفسي فترة راحت. السؤال الرابع أعطونيه بشكل أخضر. أكيد لبي يا جميل. اكتشفت أني ظالم نفسي بعدم القراءة. نعم. من وعاك لهالشيء؟ محل أو مكان، متجر جيت صغير، كانت بيئته هادية جدا، الشكل كلاسيكي بحت، خشب في خشب زي الأحمر، كان هادي لدرجة لو تقول طالعوا فيك اللي موجودين من كثر الهدوء. هدوء كأن على رؤوسهم الطير. يا سحبت كتاب وجلست. من هنا بدأت المرحلة. أجمل كتاب قرأته، في شيء في بالك؟ حي ابن يقظان. متى انتهيت من قراءته هالكتاب؟ في قراءته الآن، لكن مقدمته تجاوزت كتب أنا قرأتها. الله، إيش اسمه؟ حي ابن يقظان. حي ابن يقظان. طيب عطني السؤال الخامس. أبشر. وإذا القصيدة معك جاهزة نأخذها قبل السؤال. عطني السؤال الخامس. من تظن كاتب؟ أقرأ. اقرأ السؤال. يقول من تظن كاتب العبارة في دولاب أحمد حنيف فرقاك عيد؟ أحمد حنيف كتب داخل دولابة فرقاك عيد، من تتوقع كتب هالعبارة؟ كتوقع؟ لا تقول لي شخص خارج المتسابقين. آمنا بالله، آمنا بالله أنه الساعة حقتك على حسب تأويلك أن أخذها شخص خارج المتسابقين. من العامل أو الشخص اللي بيجي يكتب لأحمد حنيف فرقاك؟ من هو أحمد حنيف أصلا عشان يكتب هذا الكلام؟ لا، كان في شخص قبل كتابة الكلمة من خارج المتسابقين موجود داخل الغرفة. طيب من هو؟ لا تقول ما بذكر اسم برضو. أبذكر. مين؟ فهد معيان. إيش اللي يخلي فهد معيان؟ أنا ما أقول لك متأكد، أنت تقول من تظن كظن، مو كتأكد أو توجيه اتهام. بس أنت رأيته في الموقع يعني. كان موجود في الموقع قبل. وراح كتب فرقاك عيد يا أحمد حنيف. ما أدري، لأنه كان مجهز أكثر من محور، كيف يكتب كذا، كيف يصير كذا، كأنه هو اللي مرتب له. يعني تقول إن فهد معيان يرتب لي أحداث عشان يناقشها على الشاشة؟ يا سلام، لأن ما عنده محاور. فعلا ما عنده محاور. طيب لو كتبت لك هالعبارة؟ لو كتبت لي هالعبارة؟ بصدق، لو كتبت لك، يعني جيت فتحت دولابك ولقيت عبارة زي كذا أو ناس يتمنون عدم وجودك، إيش بتكون ردة فعلك؟ نفس أبو حنيف. إيش كانت ردة فعل أبو حنيف؟ أبو حنيف توجيه سؤال للكاميرات، الإعداد اللي موجود هنا والمسؤولين كامل بشكل كامل، وتوجيه سؤال للعموم، من كتبها؟ والسؤال ده من ناحية هل أحد شايل في خاطر علي؟ ولا أحد رد عليه؟ أو لا. كلهم نفوا كتابتها؟ هالمتسابقين ما كان عليهم شك أبدا، لهذا تم توجيه الرسالة عند الكاميرا. أعطوني اللون الأخضر على المربع هذا. اهتمامك بردود فعل الجمهور إلى أي مدى توصل؟
إذا كانت جميلة فأفرح بها، لأن أقل شيء أنك مثلاً سالفة أنك ترسم الابتسامة على وجه الشخص هذا شيء عظيم. وإذا كانت سلبية؟ إذا كانت سلبية ضعها عتبة تحت رجولك. العتبة ما راح أطلعها برأسي، لكن أنت حبيت تضيف الكلمة دي عشان تزيد حدة الكلمة. لكن السلبية إذا كانت فعلاً الشيء فيني أنا ممكن استفيد وعدله، لكن إذا حاجة مو موجودة لا أضعها عتبة. كم عتبة طلعت عليها؟ كثير. المفروض خلاص نتطور مصعد. إيه يجتمعون فيه نطلع سوق. جميل. في أول مرة طلعت كيف كانت ردود فعل الجمهور عنك في تجربة الاستوديو؟ جدا جميلة، وهالشيء اللي يحمسني. إذا يؤثر فيك الكلام بالشكل الإيجابي؟ نعم، ولنعلم تفسير الآية أن نعلم أنه لا يضيق صدرك، لا يضيق صدرك، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه. إذا جيت تطلع البث تفكر إيش تسوي ولا زي ما تجي تجي؟ زي ما تجي تجي. أطلع في البداية أسوي كأس الشاهي، بعدها يبدأ يوم. جالس تلعب بالخبرة؟ ما ألعب بالخبرة، ألعب على موضوع جميل اللي برا جميل اللي هنا. أنا يعجبني يا هلا ومرحبا، ما أتكلم كأشخاص. عشان تحمست ناوي تقمز ما شاء الله تبارك. اللي يعجبك يا هلا ومرحبا. إيه كمواضيع كأمور حاجة تعجبني يا هلا ومرحبا، ما تعجبني الله يسعد لي من جابك. فرصة سعيدة. فرصة سعيد. شخص خرج ولو بيدك رجعته من بين الأسماء اللي طلعوا، شخص واحد. والله شوف الأسماء كلها أدت، لكن بحكم أن وقفت أنا معه في ستيج وحسيت بالشعور مسفر. مسفر. إيه. شاركته اللحظة. كيف كانت لحظات البراين؟ ما كانت بالشكل المتوقع. كانت سيئة؟ مو بسيئة، هي مؤلمة، لكن سالفة إن إذا كان البراين بالشكل التقليدي كان ممكن تعرف إن هذا بيطلع هذا بيرجع هذا أجاب هذا ما أجاب. لا، هنا أنت ما تدري أنت اللي بتطلع ولا بتدخل، فتبقى على توتر من بداية البراين إلى نهايته. الأصوات حتى ما تفرق معك، الأخضر من الإعداد، الأخضر من فريق الإدارة، ما يفرق. عطني السؤال الأخير، السؤال السادس يا جميل. أبو إيش يا جميل؟ أبو نايف. نعم أكرمي أبو نايف. السؤال الأخير، طبعا السؤال هذا بإمكانك قلب الموازين، كل اللي خذيته أحمر يصير أخضر. في حال خليتني أذكره. والاسم عندي، يعني حتى لو حاولت. شف قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أنت تقول ما أقبل بأنصاف الإجابات. ما أقبل إيوه أكيد. عشان كذا أذكر السؤال أو لا؟ أذكر السؤال. سؤال يقول: من هو مالك براند ماب، ومن كان المدير التنفيذي له قبل شهر ونص من الآن؟ أول شيء احكي لي على البراند هذا، إيش هو؟ براند عطور بأيدي سعودية، كان له تأثير جدا جميل، رواج جدا عظيم. تشرفت ممكن أني أكون جزء شاركته فيه، جزء من قصته شاركته. مالك الصراحة ما كان في الأضواء، كان خلف الأضواء دائما، كان في الوجه شخص آخر، تعاملنا مع شخص آخر. من هو المدير التنفيذي له قبل شهر ونص من الآن؟ المدير التنفيذي له قبل شهر ونص من الآن كانوا كثير، كانت بيئة عمل وحدة لدرجة ما تفرق من المدير ومن الناس. جميل. سم. ودي الأشياء هذه تصير خضرة كلها أرجوك. والله إني ودي بعد يا أبو سعد، لكن من الشخص طيب؟ الشخص ما كان يظهر في الأضواء. تبعتني اسمه. مثل فاميم الرجل الوطواط. أعطني اسمه. ما يطلع. ما راح أعطي اسم، لكن أبعطي اسم من كان في الإدارة. أبغى اسم المدير التنفيذي قبل شهر ونص من الآن. ترى أنا من راجع لك، نصير هذه كلها أخضر ولا نقفل حلقتنا ونتوكل على الله، راح نشوف رزقنا ورزق عيالنا. خالد عبد الله. ليش تردت في ذكر هالاسم؟ ممكن إنه ما يبي إن اسمه ينذكر فقط. نعم. إلى الآن باقي معهم أنت؟ لا، أنا شاركتهم كقصة، كنت كمعلم معهم. خالد عبد الله تقول لي؟ إيه. ويقرب الخالد عبد الرحمن. اعطوني المربعات كلها حمراء، ابغى اشوف لا لونها. لا يا ابو، ابغى اشوف لونها، تكفون. اعطوني مربعات حمراء. لا انت يا ابو سعد، كانت الاجابه اذا جبت كلها خضراء ما كلها حمراء. ابغى كلها باللون. يا زينها،
باقي بيض الله وجهكم. جميل سم. شكرا. عفوا يا ابو سعد. الله يعطيك العافيه. لقاء عظيم والله اني استفدت منه شيء. شرفتني في هالحلقه. شرف لي. شكرا لصراحتك. الله يطول بعمرك. تجاربك الماضيه لا تعني الفشل اي بمعنى التوقف بل بمعنى الاستمراريه. سجل ايجابي بشخصيتك. الله يطول بعمرك. عسى الله يوفقك ان شاء الله. امين. المشاهدين امامك الان الكاميرا والمخرج ومقدم الفقره. طوع يديك ايش حاب تقول؟ اول شيء الله يبيض وجهكم على كل شيء قدمتوه، على كل حاجة صارت. جميل إن سوى شيء فأعرف أنه زي ما سواه نفسه أنه مسوي عشانكم أنتم. إن أخطأ بشيء أخطأ لنفسه فقط. إذا سويت شيء جميل أدعو لمن رباني فقط. شكرا لك. إيش توعدهم يا جميل؟ أوعدهم بالأفضل. الله يوفقك إن شاء الله. آمين يا رب. شرفتني. الشرف لي يا أبو سعد. الله يعطيك العافية. ارتاح يا جميل، وين رايح؟ كويس. كيف الحلقة نايمة؟ ارتاح. طول عمرك. اظلم وابطش واغتاب وانتهك واستنقص من غيرك، افعل ما تريد، فكلنا يوميا تسلب منا الإرادة الكاملة لحظة النوم. في كل يوم يا صديقي أنت تنام، ولا عفوا من فعل هذه الأفعال ليس بصديقي. في كل يوم أنت تنام، وبوصف أدق في كل يوم أنت تموت، فالنوم هو موتة صغرى. ودي والله أني أأتي عند إذن كل شخص وأهمس في إذنه، حاسب وراقب ماذا تفعل مع البشر، لأنك في كل يوم أنت تموت، فإن نزعت روحك لحظتها لا طريق للعودة والتعديل من الأخطاء. حتى ألقاكم الأسبوع القادم بإذن الله، كونوا بخير، استودعتكم الرب. هذا البرنامج برعاية السيف جاليري، آي ثو للخياطة الرجالية، آي أكلين شاي ثلاث تسعات، موقع جزل للمنتجات الفريدة، مياه تانية، دار حبوة للنشر والتوزيع، بهارات صرة، وقف مشكات الحرم. هل استمعت لتلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أو الشيخ محمد أيوب أو أئمة الحرمين؟ من علمهم القرآن الكريم؟ تعلموا في حلقات تحفيظ القرآن، وكل من علم وساهم في حفظهم شريك لهم في الأجر. هل تتمنى أن تكفل طالباً يكون إماماً للمصلين يوماً ما؟ 15,000 طالب وطالبة بانتظار مساهمتك في وقف مشكات الحرم، ليكون لك أجر صلاتهم وقراءتهم وتعليمهم للقرآن مدى الحياة. وتذكر أن صدقتك في أطهر بقاع العالم. وقف من المشكات يرجو بذلكم، في مكة الغراء يبغي الباري، أضم بها الوحي الكريم منزل، والله قدمها على البلدان. تمتع بالطعم الحقيقي للشاي، شاي ثلاث تسعات، شاي عالمي. لا تحزن إذا ما صفوك الناس في محياك، ترحل
ويصرفون الناس في مدحك وتبجيلك. جملة شرفوني على المسرح الباقين حياكم الله. عندما تستقي من الوجوه ومن الحزن الحياة، فلا بد أن يطري في بالك ابن سعد زياد. ولا تحزن لو أصحابك وراء ظهرك صاروا أعداءك. بكل حزن يا مسفر السعد. انطفى في الليل نور وانقطع ذاك السرور وانهدم في الدار بسور يا ثقل حمل الوداع. روح أمان الله. ها جاهز؟ ستاند باي؟ يلا 3 2 1 كيو. يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. الله عليك، هنحتاج بس نركز في الركوز واللحن يكون أداء للكورال، ممتاز. وهذا الشيء اللي احنا نبغى ان شاء الله نضيفه للشباب في فقرة التفانين في برنامج الاستوديو، خلوكم معانا وراح تستفيدوا انتم كذلك. انت شايف نفسك هيك شايف ولا عشان تاخذ المركز الاول؟ لا لا ما اتفقنا كذا. كذا غطيت على زميلك يا مشعل، وانت انفعالك كان خاطئ ودخولك باليد خطا. احنا لازم نتعلم كيف حركه المسرح. هنا في مسار التمثيل نتعلم كيف فنون المسرح وطريقه الحركه، نتعلمها بشكل واضح في برنامج الاستوديو نصنع النجوم. الثقة في النفس مصدر قوة بالأيام نافس، والتزالة من الصراحة توصلك. مسفر أدائك جدا ممتاز، مخارج الحروف جدا ممتازة، لكن من الضروري التركيز على لغة الجسد مع توزيع النظرات عشان تكون الكلمة مؤثرة وبشكل عميق جدا. في تفانين ليست مجرد دورة إعلامية، إنما دورة إنشادية ودورة مسرحية، بالإضافة إلى مجموعة دورات متنوعة من بين كيف تصبح باريستا، صنع القهوة، صنع الشوكولاتة وغيرها من الدورات التدريبية. صرحها قايم ومجدها دايم، بداية غير مصدر الهمة ومنبر القمة وفرحة اللمة، بداية غير. ابسم حلوة. Oh,
تعالوا نفل الغرام ونبتدي ونذكر الحب الحقيقي في صباح ونقبل كفوف الوطن ونهم في ونوصل حدود الغزل لآخر مدى التفكك الأسري، سوء الحالة الاقتصادية، زيادة جرائم العنف والسرقة، زيادة حوادث السيارات، الاضطرابات النفسية والعقلية لدى متعاطيها. اختر حياتك، اختر حياتك، وتذكر نحن مستهدفون في وطننا ومجتمعنا، لنكن يدا واحدة لنعزز حصانة المجتمع تجاه المخدرات. لا تتردد أبدا في الإبلاغ عن تهريب المخدرات وترويجها. تواصلوا مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرقم 995. كل يوم خميس احنا جاهزين نشوف مشاريع المتسابقين من تمثيل وإنشاد وتقديم. انتظرونا في يوم مليء بالمتعة. استنى باي، خليك جاهز. ايه جاهز. روح يا وحش، توكلنا على الله. خيرة خيرة يا باشك، خيرة. هيا هلا القوطي المزاز تلقاه في الدكان. وانت يا سيد يا ابو سيف ابو حدين تلقاه في الهية. كزيت بايا لي رجلي على هشش أمس Thank you.
أجلس الحالة ذا. عندكم مخدة؟ واحدة بس كنا. أهلا وسهلا. باقي أحد يا شباب ولا؟ نزل رجلك يا حبيبي. السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا شباب. من اللي باقي ما جاء؟ شو اسمه؟ نواف عايش ها؟ عايش. هذا وش عنده يا شباب؟ كنترول؟ لا لا بيسمع هنا. عموما يا شباب أول شيء الله يمسيكم بالخير، واللي معه كوب رجاء نزل على الطاولة. أنا أقول في البداية أبارك لكم هالمحبة وهالحضور اللي وصلتوا له عند الناس. يعني يمكن أنا قبل ما أنضم لهذا الكيان تابعتكم وكنت حريص على أني أشوفكم واحد واحد وش الإمكانيات اللي ممكن أنتم تتميزون فيها، ودائما في كل نسخة يتميز 4 و5 بعكس هذه النسخة. يلا نواف، يعني هذه النسخة تميزت ما شاء الله في أسماء كثيرة، لأن الآن تقريبا وصلنا إلى 40 يوم. دائما يا شباب في النسخ الشهر الأول الناس يتعرفون عليكم، يعرفون من الشباب اللي جوا فيها النسخة. ما بعد الشهر خلاص نصل إلى قطف الثمار وإلى النجاح، ولا بد أنك تكون خلاص وصلت الجمهور. إذا ما وصلت الجمهور خلال شهر فمعناته أنك فيك خلل. نزل الكوب يا حبيبي، نزل على الطاولة أنه في خلل. أنا لا أخفيكم، يعني المفروض تركي الدوسري أنه يكون مع النسخة اللي بعدكم، لكن أنا حريص أن يكون معكم عشان ننجح مع بعض، لأني عارف إن شاء الله في نهاية المطاف بنبارك لبعض النجاح بإذن الله تعالى. والشيء اللي أنا بيكم برضو تعرفونه، أنا ما جيت هنا عشان نخوفكم ولا عشان نعاقبكم، لا لا، أنا هدفي هنا أن جايين عشان ننجح، لكن من يخالف راح يتم عقبته، والعقاب على حسب الخطأ اللي أنت تقوم فيه. أنا صراحة تفاجأت من الشباب في الإعداد أنه لما جيت قالوا هذا كل الأخطاء الموجودة. أخطاء كثيرة يا شباب، هذا شيء غير جيد لما يكون أنا توني في 40 يوم أو لسه ما كملت حتى 40، يعني الناس بادية تتعرف علي وعندي كمية الأخطاء، مشكلة. معكم أنتم برضو يعني ما عندكم ذاك الرياليتي العالي، أكثركم يبدأ البث وينتهي في الغرفة، ما أدري شو يسوي في الغرفة أصلاً. خلاص هذه فرصتك، انت ترى باقي ايام وبتغادر، اذا انت ما غادرت في البرايمات او في العقوبات مثلا في استبعاد ولا في شيء، انا لابد اني استفيد من هالمكان اللي انا فيه. الجماعه بعد بيشتغلون على النسخ بعدي، انا ابي اذا تمتعت خاصه عاد في الاجازه القريبه اجازه عيد الاضحى حصل فعلا رده فعل الجمهور، يقولك والله يا اخي شكرا يا هادي مثلا. يعني خلال هالفترة أنت قدمت لنا شيء، يعني شيء يجملك. هذه فرصة يا شباب، أنتم الآن كل الأنظار عليكم. أنا أشوف ما شاء الله عدد المتابعة عندكم عالي، لكني أنا هالمكان ما راح أستمر فيه. المكان هذا كان قبلكم نجوم ترى، وجاء بعدهم نجوم، وأنتم راح تغادرون نجوم بعدكم. فالمتسابق الذكي اللي يعرف أنا شلون أستغل المكان، ما أطلع من هنا من قناة بداية إلا أنا ما أخذ نصيب الأسد من البرنامج.
وأنا أقولها لكم ترى تركي هنا يعاملكم مع يا أخي قلنا خلاص قهوة ما عاد فيها يا حبيبنا. جاتك قهوة الحين؟ ما جاتك القهوة إلا الحين أنت؟ شاي وش رقت يعني؟ بس أقول لك يعني خلاص نحن نسولف لا غادر تقهوة بكيفك. أبشر أبشر زين يا شباب. فهذه فرصة لي أنا أني أنا أثبت وجودي وما أطلع إلا أنا ما أخذ نصيب الأسد مثل ما قلتكم. في شركات جالسة تتزاحم هنا عشان تحصل على 30 ثانية إعلان في الشاشة وأنت عندك ساعات هواء ونايم في الغرف. هذا أمر غريب يا شباب. يعني مفروض خلاص بعدين تبثك مو طويل مو من 6 إلى 6 ولا لا؟ طيب هذا مفروض تحرق نفسك فيه ذا. يعني أنا بعدين بندم. أنا ما بي بعدين إلا مني رجعت للكويت ولا رجعت لديرتي ولا رجعت أقولك والله يا أخي صدقني ضيعت فرصة كانت المفروض أني ما ضيعها. وأنتم ترى محظوظين فريق العمل اللي معكم الآن من إدارة من كوادر أعرفهم وسبق أن سجلنا نجاحات مع بعض. أنتم عندكم أفضل فريق لا من الإدارة لا من الإخراج لا من المقدمين لا من ليش أنا ليش منجح إذا ما في نجاح في الخلل مني أنا في ظل هالكوكبة الموجودة. عموما يا شباب موضوع غرف النوم تسمعوني شباب الإعداد غرف النوم تتقفل من وقت البث جميعها إلى نهاية البث افتحوا لهم زين زين يا شباب الغرف اللي بنقفلها من بداية البث من 6 إلى 6 خلاص أنا بكل الناس موجودة هنا لأني أنا لازم أن يرفع الرتم عندي أنا شباب لا أحد يرفع يده لازم أنا أرفع الرتم عندي هذه فرصتي أنا شخص يقول لك لا والله أنا جاي أنام يا أبو سلطان أبي أنام أبشر أنا خليك تمسك الباب بشنطتك ورحنا في بيتكم الحين عندك من بعد 6 الفجر إلى 6 بالليل إذا أنت ما نمت في هالوقت معناته إنه فيك مشكلة معك وقت كافي في برامج تبدأ من 2 الظهر وفي برامج تبدأ من 12 الظهر تبدأ 6 الأمر الثاني يا شباب مثل ما قلت لكم ضروري جدا إذا أنا نجم إذا أنا أصنف نفسي نجم فلا بد أن يكون متكامل والكمال لله وخاصة الألفاظ والحركات اللي تصير الألفاظ يا شباب أنتم تابعونكم أسر تابعونكم كبار وصغار لا بد أني أنا أكون في مستوى الثقة الناس اللي أنتم دخلتوا بيوتهم الآن وأنتم ضيوف عليهم الآن لا بد أن يحترم هالضيافة والناس اللي قدرتني ما يسمعون مني إلا الكلام الطيب وأنا عارف أني قدام وسود عارفين وش جالس التركي يقول ومن اليوم بإذن الله تعالى بيكون إن شاء الله حضورنا قوي جدا تفاعلنا أفضل من اللي حصل كنا شهر ما يخالف تعرف الناس لنا والأمور تمشي لكن بعدها خلاص باقي لي هالفترة الأقل من شهرين لابد أني أسجل اسمي أطلع من هنا بإذن الله في حفل نهائي طبعا إذا وصلت للنهائي تعرفون في أسماء مغادرين في البرايمات وفي ناس يتغادر في الاستبعاد وفي إذا صار استبعاد هذا الشيء اللي أنا ما أتمنى أنا أتمنى أنه هالشهرين الباقي أو الأقل من شهرين أن تكون زياراتي لكم خفيفة لكن لو صار فيه أخطاء ولا شيء يعني أنا ما عندي مشكلة في الاستبعاد واستبعدت ناس أنتم تعرفونهم ولا عندي مشكلة أني أستبعد 1 و2 و3 لكن حطوا في بالكم أن المستبعد هو شخص غير جدير بالفرصة اللي هو فيها والاستبعاد ترى هو مقبرة النجم لأنك أنت ممكن ترحل للبرايم ممكن يجيك تصويت ممكن يجيك شيء ممكن لكن الاستبعاد أنه خذ شنطتك توكل على الله ولا بشرط أني ترى بسوي مقدمات الاستبعاد ما عندي يا شباب المقدمات أجيك بكاس الشاي وأقول لك يا فلان يا محمد امسك الباب استبعدوا يا شباب محمد يلا خليه يمشي زين ايش فيك محمد هذا مثل بس ها زين يا شباب فأنا قلت لكم أنا هنا لكم أخ كبير لا تتوقعوا أني جاي عشان أعاقب أحد أنا ماني بضدكم أنتم أنا ضد أخطائكم اللي تصير هذا الشيء لابد أنكم تعرفونه أنت محمد آل دنعة ها الأمر الثاني يا شباب واللي أنا لاحظته على بعضكم في موضوع الشيلات وهذه هز الكتف هذه من وين جبتوا هذه
هذا مهم من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا من أي شيء. إذا جاتك شيلة ولا جاك شيخ يلعب عندك عرضات، اللهم لك الحمد عندنا من الموروث من الجنوب والشمال والشرق والغرب، سوي اللي تبي، لكن قدام الناس وأطفال وهز كتف هذا غلط، ولا نبي نصدر هالشيء للناس يتوقعون الناس أن هذا شيء عادي. والأهم يا شباب هي قوتكم بينكم علشان تنجحون، ترى ما في نجاح فردي، ما في نجاح فردي نهائيا، ولا عمر النجاحات كانت بالتحزبات نهائيا. أنا أنجح كمجموعة وأنتم راح تغادرون كمجموعة، بكرة إذا أنت غادرت المكان وبتلتقي بزملائك وبتجلس أنت وياهم خلهم يقول والله بيض الله وجهه سلمان يا من النوياه في القرية وجدناه نعم الأخ والصديق واللي كان داعمني، ما هو بسلمان مع فلان والباقيين مو معهم. لابد أن حتى النقاد والنقاد ما يأثرون علينا ولا علينا منهم، ولا بكلامهم برواية الترمذي ولا تصحيح البخاري، ما علينا من كلامهم، هذه وجهة نظر ويقولونها كيفهم، مو بلازم نصدقها. لما يجيني يقول مثلا ترى زميلك هذه جالس يتجاهلك، أنا أبخص بزميلي أكثر منه، هذا بيأخذ له ساعة ونص ولا ساعتين بيمشي يروح له، لكن هذا زميل ببقى نوية. هذه السوالف برضه تحت الهواء سولفوا فيها شباب، إننا مجموعة واحدة لابد أن ننجح، ولا يهزنا الكلام ولا يأثر علينا ناقد ولا يأثر علينا رأي. وين العزيزي؟ أنت النقاد خربوا دخوليتك؟ الله، شو اللي حصل؟ جاب أول شيء الله يحييك أبو سلطان تحايا المطر، أبو فريق الدعم جاب دخولية مجهزينها، تفاجأت أنا في المطار جاي إن دخولية منكسرة اللي هو السيكل. هم اللي كسروا السيكل أو الله الله. شباب من اللي من النقاد كان موجود؟ شلون هذه شارك معهم؟ أنت مشارك معهم في الكسر يعني؟ الباب أنا بس مسكت ال إيش؟ مسكت السيكل بس. شو؟ مسكته وطاح. مسكته بإصبعي. تقول دخلت المنطقة المحظورة أنت؟ لا إيه دخلت. وليه؟ بالغلط. ها؟ بالغلط. ما هو بس ماني مستقصد. طيب. بالنسبة لفهد معيان ومحمد دعيرم يا شباب مطالبين بالاعتذار للعزيزي، ها إذا بدأت فقرتهم نمودنا نحط عقوبات من بدري، لكن مطالبين الاعتذار له. وبرضه الشيء اللي خربوه يسوون له فعالية نفس ما خربوا الفعالية اللي الاثنين فهد معيان ومحمد دعيرم. الله يبيض وجهك أبو سلطان. وبرضه العزيزي عطوها 2000 نقطة من عندي أنا. الله يرحم والديك أبو سلطان. شباب أنا بتكلم في موضوع مهم جدا، يعني موضوع الصلاة، ممكن كل شيء يتغاضى عنه إلا الصلاة. معقولة صلاة المغرب من 20 شخص أشوف 5 أو 6، وين باقي؟ الصلاة هذه أهم شيء، هذه بداية نجاحك. إذا ما قمت فيها لا برنامج ولا أي شيء راح توفق فيه. فاحرصوا على صلاتكم يا شباب، وترى بنعاقب عليها. خلاص جت صلاة المغرب، أنت المفروض أنك نايم توضوا وروح للمصلى من بدري. برضو صلاة العشاء، صلاة الفجر، صلاة الظهر، العصر، صلواتكم يا شباب هذه أهم ما في الحياة. صحيح أننا بنعاقب عليها، لكن عقاب المولى عز وجل أشد وأشد. وأنا أعرفكم تصلون في غرفكم هذه، بس نحرص وبرضه أداءها بالكيفية الصلاة الصحيحة، لأنك أنت الآن يتابعك ترى ملايين ويشوفونك في المصلى، بعضهم ممكن يجهل كيفية الصلاة ويقول هذه صلاة صحيحة، تكون أنت نقلت شيء مشكلة. فنحرص يا شباب في خشوع الصلاة وفي الحضور للصلاة. هذا الأمر ترى أنا ما عاد ودي أني أنصح فيه كثير، أبي كل ما جاء وقت صلاة نشوف العدد كله متواجد. عموما إن شاء الله موفقين، وبإذن الله تعالى نرى فيكم دائما النجاح.
وحطوا في بالكم مثل ما ان عندنا عقوبات وعندنا اشياء ما نسمح بالتجاوز عليها، وانا خط احمر عندنا، انتم بالنسبه لي خط احمر، من يتجاوز عليكم راح نوقفه عند حده، وهذا وعد مني انا. يلا موفقين يا شباب. حتى اوريك انت تواضع تحت. يا ربي خليك لي. ولا ما يقول يا حبيبي استاذ الطيب الله يرحمه ديك انا استاذ الطيب استاذ الطيب يعني ان شاء الله استاذ الطيب يا حبيبي استاذ الطيب مبروك مبروك استاذ الطيب حوالك سلف شيء ذيبان استاذ الطيب يا حبيبي سلف هذه هدية لا لا تعطى ولا تسلف ولا شيء هذا هذا حافظ عليه عشان ما أوه اعتذر لك الاعتذار قبل النقاط شوف شوف أنا بقولك اعتذار من شيء مكبر وهما كبار اعتذر ما وده كذا ولا كذا بيعتذر انتهى كفو والله إنه والله ما تقدر أصبعي والله ما أصبعي تعال تعال أنت ليش القهوة شاي لا شوف شاي يعني بسمعني إذا قلت شاي استغفر الله العظيم من يبيني تبيها بالمرجل ولا السطر أوه عم شري لي هذا أصغر والله يستاهل ابو محمد عزيزي والله يستاهل بعدين تعال كيف يقفل الغرفه احنا ما نقدر ندخل غرفنا نبغى نغير شيء ها لازم ضروري والله الغرف لازم والله احلى يا صاحب قراباك وانا شو مقطع حق ابو صفه عجبني عجبوا في 2000 نقطه عبد الرحمن يستاهل يب الذا واعتذار غلط النقط ابو سلطان هو صح؟ ايه تركي الدوس هذه انا بغيت اضحك لكن عارف شنو مسك ناس ليه؟ يا يوم قال انا انا قال قال انا لمشت بصبعي بس بصبعي ايه قال وش قدي قال لا بصبعي بل والله ما بل والله ما بل والله ترى دخل قص الوجه الحين ترى مو 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 مصدق ترى ما استوعب اي ماتي صد تخيل ابو جاب يطخ عليك يقولك استبعاد شعورك اي ماتي هنا ابو جابر هنا 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 اي والله خدك كلب يا قعد بس خلاص ابو جابر سمعت شرط راضي بمقسوم ربي علي ولك هذا شعور هذا شعورك ظني قلت والله والله ما شاء الله ترى انا 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 واصل لمرحله في الحياه ودي يعني اي شيء بيصير عادي الحمد لله شو شو هو اللي صار يعني سواء صار ولا ما صار الحمد لله على كل حال لكن خوي شوكه تخوي استبعاد
أنت إيقن وخل في عقلك دائما، والله إنها نصيحة ولا أنصحكم إلا أني أشوفكم مثل أخواني. النصيحة عن أي شيء يصيبك تأكد أن هذا الشيء جاك من الله سبحانه وخير لك. أكيد يا نشهد والله العظيم لو يستبعدوني اليوم إني بأدري إن الشيء هذا لو ما في خير ما جاء، والله إني صادق، والله لو يستبعدوني اليوم إني لا أقول خير. طيب أنا دايما أقول يمكن خير عن 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 شيء بيحصل لك هنا. شوف قول اللهم والله انك صادق في كلمة يعني الكلب يضحك علي. في كلمة قد قالها لي، قد قالها لنا واحد من الإعلاميين المهمين عندي أنا وأقتدي به في كل شيء، قال ادع دائما وقول اللهم لا ترفعني لسقوط. أعرف اللهم اللهم لا ترفعني لسقوط. لا لا زاد شيء، زاد شيء سلطان قاح وزاوية اللهم لا ترفعني لسقوط. اللهم لا ترفعني لسقوط قال أنا أفرغه إي بالله. طب شعور ها خاص. فأقول لك لو درى المرء بالشيء اللي كيف أفسر المشكلة أني ما أعرف أشياء. إيوه المهم أنك أنت بتختار الشيء اللي ربي مختار لك. إيوه بالشيء اللي لو علم المرء أنه يختار الشيء اللي بكيفه ما أختاره، لأن ربي مختار له شيء يعني أحسن من الاختيار. بالله صدق صدق أبو سلطان السلام عليكم. دي بسألكم هل هو في البيت كذا؟ عايش معه أنا في البيت. ها 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 انت شفت اختاروا اختاروا ما اختار الله لهم. بصبعك اجل ها يدي لا اصبعي هادي حسبي عليك وانا اقول بجي كذا تعتعت انا ايوه طلعت والله تعتعت والله انك مختلع والله يا هادي انك مختلع والله مختلع هادي اتوقع انه في البيت كذا بنجيب عقب ولده يقول ايه ايه استبعاد لا طقطق اوكي قصدي سبحان من زرع فيه الهيبة يا رايجي ها؟ فيه هيبة أو كم هالطول ما شاء الله ما شاء الله أنا علي عساف تعدى الثلاغ أنا علي عساف وصل للدرجة الثانية ما شاء الله علي عساف طول طول الجسم وجسم أيوة بس يا أخي شخصية علي عساف شخصية أخوه اللي أصغر منها أنت شفته ترى أطول منه ترى أخوه أكبر واحد أكثر إيه قصي مو أكبر أصغر واحد هو اللي أكبر يعني أخونا ما توقعت تقول تركب دوا شركة يا ولد ما شاء الله هو شاكل موز الموز يقول يطول الموز يطول والتمر اي والله اني صادق والله صادق والله اني الموز ان ابوي ما يجيب كيس موز الا وبته وابشرك ما استفد لا دي ولا دي من غير خسرت ابوي بلا فايده اترك دود الموز اللي هناك انا منها تعلقت المكيفات تعلقت في الدواليب تعلقت في كل مكان ما في فايده طولك زين عادي لا ابغى ابغى اطمح ل 190 يا ولد كم طولك؟ ها؟ كم طولك؟ 169 محمد الدنيا وش فيك منخرف؟ أول مرة أشوفك خايف صدق اليوم. أحلى يا لك. كمل. يجيني مقام المقام. 176 176 ما شاء الله. محمد الدنيا عن خايف قال إيه؟ قال طيب استبعاد. لا كيف استبعاد؟ يا ليت يا ليت والله استبعدك. تدري علي؟ ما دعيت قلت يا ليت. الربع من قوة الخلعة مع الطلعة شفت هادي؟ شفت هادي؟ انا شوف رجلي تحكني من يوم ابغى اطلع ايه شفت هادي هنا يدي بس بقته الو ايه اختي بس بيطرح محمد محمد لا ايش العشاء؟ الربع من الخلعه مع الطلعه ولا ساعه تبع العشاء وش الربع؟ ايش من هناك؟ هم يسوون عشاء يسوون عشاء كلهم المطبخ علي العساف يغسل صحن من هنا العساف ما قلت ايه عساف ما يدري ما يدري قام يفتح الثلاجة والله يخش المطبخ يفتح الثلاجة يرجع مرندة وكيف يرتب المرندة يصب لأي واحد يجي لو اروح اقوم يصب لي ياسر خلاص وصل مرحلة الحين خلاص جميل انه يطلع قبل شوي ورجع تذكر كلمة يمي قلت اغتنموا كل فرصة صالح وش فيه صالح قال ميدو ايش تشرب قال لا تشرب قال مو بوقت القهوة قال لا اشرب شاي ما ادري فين يروح ما ادري ايش يسوي هاي ترى الى الان ما استوعب ينظر يسوي يقول لا تجمع عليك عرفتها عزيزي وقيس هم استديو الحاضر اي ايش هادي والله اني احبها عجبتني في نوم بس ما قدر يروح يرقص زين ما اعطاك فرصه لا اسالك بالله ايه ايه ذوق عام
قفلت سيرك بالله هذا بس بيسكوت عليكم حاجه ترى ابو سلطان اخوي من زمان والله ايه انا اقول كيف قال محمد كذاب كذاب ما قال الدنعة محمد قال دنعة ما قال دنعة دعنا دعنا قال دعنا ايش في شيء محمد وراك ما قلت عدل اسمي ها خايف وش قالوا قال دعنا لا لا قال دنعة والله انا قال لا استغفر استغفر والله أنا قال دنعة قال الثاني ايش قال لا قال دنعة اللي ما يخاف ما يخاف منه ما عليك ابدا اتكلم من جدك والله ما لك الحمد بينه وبينه ما يلزم واصدقاء من زمان جارك طيب وعلو اي يا رجل يا شوف شوف دقيقه قول لا اله الا الله حق ورجع الرجال قال دنعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة ستة يقولونه وانت الا ما شاء الله رايك غصب ما اضمني معهم يلا ضميت ناس ما لها دخل يا رجل غصب الله رايه هو الصح يا اخي قال دنعة يا اخي انا سمعته والله اني سمعته خلاص انت ابو سلطان يخطي دقيقة يعني ابو سلطان يخطي لا ها يعني ايش قال؟ دنعة هاي انت يا سعود ايش تبغى؟ دعنا يلا ابو ناصر يعني ايش قصدك يا ابو سلطان هذا المحزن سعود تسكن ابو سلطان ما يعرف اسماء المتسابقين لا تعال احمد 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 ناصر ابو سلطان ناصر حطيت اصبعي سعود ايه اصبعي اصبعي ابو سلطان صادق لا بيدي بصبع ايه لا ابو سلطان والله انه بصبع انت من جد عليك عشان شرابك خايف بيجي استبعد عشان الزنوبة لا لا يقول يوم ربع اديداس يعني ترى هي يعني ترى ماركة يعني ترى في ذوق هذه اديدوس عرفته اربع خطوط ادوس هذا ادوس احمد بسأل اخطف اسم محمد وقال دعنا ايوه شكرا يا يعني ابو سلطان عادي عادي يمون 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 ابو سلطان والله ابو سلطان ابو سلطان يمون عادي والله انا قال دنعة والله ما قال دنعة 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 يا ابو سلطان ترى قوية والله هذا حاجة سقول مضيع حاجة أخذ وعود على نفسي ورجها يعني لو تحب شيباني علشاني حبيت ربعك من العرض يا الحارة وني من دار همات بذكرة حرة معطي مساهج ولا معطينا جودي اقفى عن وجودي 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 كم ساعة يا سعود؟ لا رجيني يا مني رجيت إلا عظيمة الرجال اللي قط ما خيب رجا من رجا أبلوعك لين ألوع الأرض من تحاتك يا حمد بنحلف والله ثم الله ثم الله انا ما ابي عصر من الاسد آه هو يقول عيش واقعيتك عيش واقعيتي انا اذا سخنت اسوي كذا تيك يور تايم تيك يور تايم والله فاهم غلط صدق عصاره حق ما لقيتها انا يا ولد من هوى الدنيا لا 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 سرق غزينا جعلا حمى القلب والعينين عسى ما خلفنا سرق غزينا جعلا حمى القلب والعينين عسى ما خذ من الناس في القبر يدربه ما في شيء يا تاخذه مره لا 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 مشعل مشعل سيف جاليري اي ثوب للخياطة الرجالية آياكلين شاي ثلاث تسعات موقع جزل للمنتجات الفريدة مياه تانية دار حبوة للنشر والتوزيع بهارات صرة وقف مشكات الحرم